ولادنا الصغيرين دول افضل طول الوقت اكلمهم ان احنا في فيروس وفي خطر وبلاش، يعني لما يطلبوا مني ان هم عايزين يسحروا بره عايزين يخرجوا، يعني طول الوقت افضل رعباهم واكلمهم ان لا في فيروس ما نتعرضش لده وما نخرجش وكده، ولا اجيبها لهم ازاي واعمل معاهم ايه؟ لا بس سؤالك ده جميل جدا. يعني انا دايما بقول يا جماعه بلاش، ازاي نتخلص من الفزع والرعب بتاع كورونا؟ الاطفال حرام هم مظلومين معنا. انا اعرفهم بس بطريقه انا نفسي ما اكونش استرس وعندي قلق، لاني اوريدي بعمل افكت عليهم، هم بالتالي على طول بيتاثروا مني، انا ببقى مرعوبه هم يترعبوا، بضحك وانا بكلمهم هياخدوا الموضوع بسهوله وهيضحكوا هم وهم بيسمعوا مني، فبالتالي ما بيبقاش عندهم رعب. بشوف امهات يعني ساعات بتعاقب اولادهم، انت لو عملت كذا هنزلك الشارع عشان مثلا تتعدي، تخيلي. يا نهار فطبعا ابيض. يجي الاطفال والاولاد بيخافوا جدا، ازاي يعني؟ يعني ده غلط جدا، انت كده رعبتيهم وافزعتيهم، فده طبعا غلط جدا. طيب انا بعرفهم وعايزه اقول اصلا للساده المشاهدين، طبعا يعني هو ده فيروس زي اي فيروس، هو دور برد بس هو دور برد قوي شويه. طول ما انا عندي المناعه بتاعتي قويه وباكل اكل صحي وبشرب دايما مثلا عصائر الليمون والبرتقال اللي فيها الفيتامينات اللي بتقوي الجهاز، عندي جهاز المناعه، كل دوت هيخلي يعني ايه جسم ان هو عشان يستقبل المرض هيكون ان شاء الله مش يعني ايه مش هيأثر عليه. دي حاجة. الحاجة التانية ان ده خوف، الخوف نوعين، في خوف سلبي في خوف ايجابي. الخوف الايجابي ان انا ببقى خايفة حاجة معينة عارفاها وشايفاها بعينيا فانا بخاف منها، فدي طبعا بالتالي تستحق ان انا اخاف منها وبتعامل معاها كويس. الخوف السلبي ان انا بخاف من حاجة اصلا مش موجودة، عارفة مثلا ده الوسواس القهري. انا خايفة لو لمست مثلا المكان ده هتجيلي، انا لو خرجت من لو لمست اكرة الباب هتجيلي، عارفة بيبقى عندهم وسواس من اي حاجة. ده بيأثر جدا على جهاز المناعة بتاعهم، فبالتالي بيتأثروا من اي مرض بسهولة. فدايما بكون يعني ايه دايما خليني وسط، لا اكون يعني متشائم زاد عن اللزوم ولا اكون برضو متفائل قوي وما عنديش ما اكونش فيه وقايه ليا. فلازم اكون ان انا متوازن ما بين الاثنين عشان اقدر ان انا استقبل اي حاجه بمنتهى السهوله، وان شاء الله خير مش هيحصل اي حاجه ان شاء الله.